كشفت الوثائق الشخصية لطاقم الطائرة التي سقطت في ريف إدلب عن مجموعة من المعطيات الجديدة التي تفيد بلجوء حكومة الأسد لتزوير وثائق رسمية لمقاتليه ومرتزقته، من بينها إعطاء هويات شخصية لعائلات سنية تنتمي لمناطق ثائرة وتوزيع هذه الهويات على ضباطه العلويين. ما الذي يدفع نظام للجوء لهكذا أفعال؟ نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. من أجل بناء سوريا الصامدة بوجه المؤامرات بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. في سوريا الأسد كل شيء متاح لمن هم أصلا فوق القانون والمساءلة، وظروف البلد واضحة، لكن أنا لفت انتباهي أن الدعم الذي تقدمه الحكومة وهو يعادل 40% من موازنة الدولة التهمته الاحتكارات. هناك في ريف إدلب ولحظة سقوط طائرة حربية تابعة لسلاح الجو الأسدي تكشفت جملة جديدة من الحقائق والمعطيات. لا شك بأن السعادة الغامرة التي دخلت قلوب الثوار لا تقدر بثمن عندما تسقط الطائرة التي ترمي البراميل والكلور على الأهالي، إلا أن أثمانا أخرى أكثر أهمية وأشد خطورة كانت بحوزة طاقم الطائرة. فالقصة الوردية لأصحاب المشاعر الوطنية الجياشة بأن جيش الأسد يتكون من كافة الطوائف انتهت عندما أخرج الضابط قائد الطائرة هويته الشخصية. يوسف بن وحيد النجار من حمص تولد الخالدية، هذا ما كتب، ولكن الحقيقة ظهرت أسرع مما يظن البعض. فالمقدم نجار ينحدر من قرية قرب شين بريف حمص، وولد في حي الزهرة ذو الغالبية العلوية، وهويته ومكان ولادته مزور. كما أظهرت الصور حصول قائد الطائرة على شهادة قيادة سيارة تبين أنه مقيم في مدينة النبك بريف دمشق. الحقائق الجديدة فجرت جملة جديدة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي وبين صفوف الثوار عن هدف النظام من هذه الأفعال، خاصة وأن نظام الأسد هو الوحيد القادر على إصدار وتحرير وثائق ومستندات مصدقة بالأختام الرسمية، وهو الملف المحال إلى ملف أكثر خطورة لا يتوقف النظام عن اللعب به، وهو تصوير جيشه على أنه من جميع الطوائف والانتماءات، لكنه في حقيقة الأمر ومع كل يوم يتكشف جزء جديد من عورته الطائفية. أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري. فثوار حوران كشفوا أيضا عن هويات مزورة تابعة للأمم المتحدة في جوب أحد المرتزقة الشيعة لتسهيل عمل حامل البطاقة، إلا أن هذه الهويات لم يكن يملكها إلا عناصر الميليشيات الطائفية والتي استجلبها بشار الأسد لقتل الشعب السوري. أنا بقتل، أنا بشيعة أمير المؤمنين. ينضم إلي أحمد الحمادي، محلل عسكري واستراتيجي من الريحانية عبر الأقمار الصناعية، وعماد كركس وهو صحفي بموقع سراج بريس، وأيضا العقيد عناد العباس، عقيد منشق من وزارة الداخلية من السويد عبر الهاتف، ورامي الإدلبي، خبير كشف تزوير من الحدود السورية التركية. أهلا بكم ضيوف الكرام جميعا. سأبدأ معك بداية عماد كركس، حضرتك صحفي بموقع سراج بريس وحضرتك متابع لقضية تزوير الهويات وإعطاء المقاتلين لدى قوات النظام هويات مختلفة عن هوياتهم الحقيقية. نعم، النظام لجأ لهذه الأساليب منذ أن بدأت القطاعات العسكرية تسقط في يد الثوار ويحررونها تباعا، يعني والأسباب التي النظام اتبعها في ذلك أسباب عدة. أولاً تغطية هروب هؤلاء جنود في حال سقوط قطعاتهم العسكرية في يد الثوار، لعلها تكون منجا لضابط أو عنصر يكون من أبناء طائفة حسبت على أو حسبت نفسها على هذا النظام بتغيير هويته لمنطقة سنية أو منطقة أخرى تكون بها منجا من أيدي الثوار، حيث أن الطائفة العلوية التي حسبت نفسها على النظام والذين يبلغ قوام الجيش أو الأمنيين في الجيش هم القوام الأكبر بنسبة 75% منها، هم الذين
يتم تزوير بطاقاتهم، علهم تكون في حال سقوط هذه الثكنات أو القطاعات العسكرية تكون لهم منجا من أيدي الثوار. أيضا لأسباب أخرى، هو زج كل أبناء الطوائف في خندق إجرام النظام ليثبت للعالم أن ليس أبناء الطائفة العلوية ولا هي طائفة اللي حسبت عن النظام إلى أهن اللي الذين يقاتلون فقط، إنما كل السوريين. وشاهدنا البارحة كما ذكر في التقرير كيف كان الضابط اختبأ وراء هوية لمدينة الخالدية التي دمرها النظام، عفوا حي الخالدية في حمص الذي دمره النظام عن بكرة أبيه. وقال طيب نعم، ولكن هذه لعبة خطيرة يقوم بها النظام، الضابط وراء هذه الهوية. نعم، لعبة خطيرة يقوم بها النظام هون. نعم، النظام يقوم في لعبات نعم أكبر من ذلك، هو يزور صحيح الأوراق النقدية لتمشي في سوريا يعني. نعم، اسمح لي هون انتقل للأستاذ أحمد، لا يعجز عليه تزوير هذه الوثائق لحماية. نعم، اسمح لي انتقل للأستاذ أحمد الحمادي محلل عسكري واستراتيجي. العقيد أحمد الحمادي، سيادة العقيد، يعني مسألة خطيرة جدا بأنه يعني الطيار مثلا اللي مسكوه بريف إدلب تبين فيما بعد، تبين لاحقا بأنه هو ليس من حي الخالدية كما ادعى، كما مكتوب في هويته. في عملية خطيرة جدا عم بتصير. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لأهلنا في محافظة إدلب بإلقاء القبض على الطيارين الذين كانوا يسومون أهلنا بشتى أنواع العذاب بالبراميل والكلور وغيره وغيره. أما قصة تغيير الهويات فهي مسألة قديمة مع وصول نظام البعث واستيلاءه على السلطة، فقد تم تجنيس الكثيرين من أبناء الطائفة من لواء اسكندرون ووضعهم في خانات بمدينة حلب ودمشق وغيرها وغيرها، ووصول الكثير منهم إلى مصافي مناصب عالية جدا كالعماد حسن تركماني وعلي مملوك وهشام بختيار وغيرهم وغيرهم. وتم التغيير الديموغرافي في المدن السورية السنية الخالصة كاللاذقية وجبلة وبنياس وطرطوس، وإقامة أحياء كاملة للطائفة العلوية مثلا في بنياس القصور، في جبل العمارة، في اللاذقية الزراعة، في طرطوس الرادار وغيره. أما في مدينة دمشق فتم هناك إقامة أحياء خالصة وتسجيل ضمن اللوائح المدنية الدمشقية مثل حي عش الورور والمز 86 والسومرية وغيرها. ومع بداية الثورة والمباركة والثوار، إقامة عندما أقام الثوار الحواجز العديدة على الطرق لإلقاء القبض على المجرمين العسكريين، تم سحب الكثير من الهويات العسكرية للضباط والأمن والشبيحة والأمن، ومنحهم بطاقات هوية مختلفة لسهولة مرورهم على الحواجز وعلى إخفاء هويتهم الأساسية، لاستعطاف الثوار واستغلال عدم وجود آلية أو منظومة معلوماتية عند الثوار كالكمبيوتر وتحميم الحواجز ونشر الشرطية التي يمتلكها النظام. فبالأمس تفاجأنا أنه الطيار يوسف وحيد النجار، وهو من قرية شين، ومع اتصالنا مع بعض الطيارين الذين يعرفونه معرفة شخصية أثبتوا أنه من قرية تابعة للطائفة العلوية قرب ناحية شين التابعة لحمص. أما في بياناته الموثقة فكان أنه هو من حي الخالدية المدمر الذي دمره النظام. كل هالحكي هذا لاستعطاف الثوار، وفي حال سقوط طائرته أو مركبته أو أي شيء له بيستطيع التسلل ضمن مناطق أخرى ويمكن أن يحوي هوية مدنية أخرى مختبئة أو مكان ثاني. هاي من ناحية استعطاف الثوار كثير في حال تم القبض عليه، كثير من الوثائق هاي من ناحية في حال تم القبض عليه لكي
يكون في نوع ما من الاستعطاف معه، مع أنه على الرغم من هيك الثوار ما كان في عندهم استعطاف نهائيا مع الطيار، حتى لما كان عم يكذب ويقول أنه هو من حي الخالدية. السؤال الثاني، السؤال طبعا الطيار السؤال الثاني هو الطيار الذي ألقي القبض عليه في تأخير بالصوت عم بيكون بيني وبين الريحانية، بيبين أني عم قاطع ضيفي. سيادة العقيد، السؤال الثاني بالنسبة لموضوع اعتبار بأنه جميع السوريين جميع الطوائف هي عم تقاتل مع نظام بشار الأسد، من خلال الهويات اللي عم يتم اكتشاف تزويرها وعم بيغيروا قيد النفوس وعم بيغيروا مكان الشخص وعم بيغيروا بحيث لا يستدل على طائفته إذا كانت علوية، بهالنتيجة فينا نعتبر بأنه في كتير عدد كبير جدا مزور هويتهم بهذا الشكل، وهن كلهم من جهة واحدة من طائفة واحدة فقط مع النظام؟ بالتأكيد مع بداية 2000 ووصول الوريث القاصر للحكم وتبني نظرة المعلوماتية، فتم جمع مراكز النفوس التي كانت متمركزة في النواحي وفي المناطق وجعلها في قيادة المحافظات وفي الدوائر المدنية لمحافظة دمشق، يعني للوزارة الداخلية، فتم من خلالها تزوير الكثير وحرق، وقدم النظام على حرق الكثير من مراكز النفوس للتغيير، ليبين للناس أن كل الشعب يقف مع هذا النظام بكل طوائفه السنية والدرزية والعلوية وكل مكونات الشعب السوري، وهذه حقيقة وهذه الكلام مجافي للحقيقة قولا واحدا، لأن النظام يعتمد بالدرجة الأولى على ضباط الطائفة العلوية الذين يمثلون نسبة كبيرة جدا من الضباط، يعني وكنا نحن في الكليات الحربية مثلا عدد 80% من عدد الطلاب الكلية كانوا ينتسبون إلى الطائفة العلوية، وأزد على ذلك أنه الهويات المدنية التي كان بحوزة للتعريف لكل مواطن سوري شطبت منها فقرة الانتماء للطائفة لضياع الناس ولاستخدامهم في عمليات التجسس وعمليات التزوير والطيران يتم لكون النظام يعتمد على هذه الطائفة في هذه العمليات. نعم، برجع لك، ولكن اسمح لي قبل أن أذهب إلى رامي الإدلبي خبير كشف تزوير. رامي، حضرتك طبعا باسم مستعار معنا، عندك خبرة بموضوع التزوير، اشتغلت مع النظام بفترة من الفترات بعمليات تزوير الهويات، احكي لي كيف بتصير العملية، على أي أساس بيقوم الانتقاء، مين هن الأشخاص يلي بيقوموا بتزوير هوياتهم، هل هن عناصر عشوائيين أم أنه هي مراكز معينة مثل طيار أو مراكز أخرى عم يقاتلوا مع النظام؟ رامي، طيب فقدنا رامي. برجع لعماد كركس صحفي بموقع سياج بريس، ايضا من خلال متابعتك لهذا الموضوع، متابع انت لكل عمليات التزوير اللي عم تصير للهويات التغيير، من هي اكثر فئه عم بيتم تزوير هوياتها؟ اي عنصر عادي عند النظام بيغيروا له هويته، ولا بتفرق على حسب وين عم بيخدم او المنطقه اللي هو موجود فيها؟ طبعا كل الأمنيين اليوم تم استخراج لهم وثائق بديلة، الأمنيين فقط، يعني أقصد أفرع المخابرات، يعني مخابرات جوية عسكرية سياسية إلى غيره، هؤلاء وأبناء الطائفة العلوية المحسوبة بشكل آخر على النظام. أنت سألت سؤال للأخ رامي الذي يبدو أنك فقدت الاتصال معه، أنه كيف تتم عملية هذا التزوير؟ هذه العمليات لا تحتاج سوى كمبيوتر وبعض الأوراق الشبيهة بأوراق، وهي يملكها النظام يعني أساساً، لا تحتاج لبناء قيد نفوس وسيطرة عليه وإحراقه. إذا بتسمح لي أنه صار جاهز معنا، بعتذر، صار جاهز رامي الإدلبي معنا. رامي، ما بعرف إذا كنت عم تسمعني، حضرتك خبير بكشف التزوير، اشتغلت مع النظام بهذا الموضوع وتزوير الهويات، حكي لي تفاصيل هالعملية كيف بتصير، على أي أساس بيتم الاختيار، شو هي نوعية العناصر اللي بيقوموا بتزوير هوياتهم، وهل فينا نقول العدد كبير اللي تم تزوير هوياتهم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام.
الآن في عملية التزوير مثل ما قال الأخ هذا كنت عم بشاهد الكلام تبعه، هي ما هي مجرد كمبيوتر أو مجرد أوراق أو مجرد عبارة عن سيستم، هي الشيء الأساسي بالتزوير أو الشيء اللي بيقوم به بالتزوير عناصر بيشتغلوا بالأساس بالنفوس النفوس أو بيشتغلوا بمكاتب اللي كانت ضمن الدائرات الحكومية. الأوراق هاي إذا الشخص إذا بدي يزور هوي أو بدي يزور جواز سفر أو من ناحيتنا نحن أسلوب بدائي، أما أنهم بيتبعوا سياسة الأتمتي، سياسة دمج المعلومات ضمن الدولة بحيث إذا تنقل بأي مكان يكون معلومات الهوية أو معلومات الكمبيوتر يعني يقرأها كاملة، أنه بيحسن بيقرأها بأي محافظة دخلها أو بأي مكان دخله تنقرا معلوماته، ينقرا السيستم تبعها. طيب هي ما هي عباره عن ورقه، مجرد ورقه تزورت او بها شيء مكشوف او شيء مبين يعني واضح لكل شخص، اي شخص عادي بس يكشف هيك شيء. بس هذا الاسلوب بتبعه لازم يكون في تقنيه عاليه بحيث اذا كان من المرتزقه او كان ضابط او كان جندي على حاجز بحاله هروبه من حاجز او بحاله طيب عدد اللي الطيار في عدد كبير عم بيتم تزوير هوياتهم؟ لا عدد عدد كبير، ما هو عدد يعني كشخص او اثنان او ثلاثه او عدد فيك تعدي اعصابك، بتعدي بالالاف لانه عندك بفوت عدد كبير على سوريا من مرتزقه، من ايرانيين، من لبنان، من حتى ضمن السوريين يعني من الطائفه العلويه بزوروا هوياتهم لينتبهوا انهم مسلمين او سني او يعني حتى للإيرانيين يعني حتى للإيرانيين كمان عم بيعملوا لهم هويات على أساس أنها سورية وعلى أنهم سنة كمان، هيك فهمت منك؟ أنهم سنة، هي بالمرتبة الأساسية حاليا هلا قلنا سنة، أنه بحيث إذا وقعوا بين أيادي الجيش الحر أو أحد فصائل المقاتلة أنه يرحمها. طيب سيادة العقيد الحمادي، يعني سمعت كلام رامي الإدلبي، في أعداد كبيرة كثير عم بيتم تغيير هوياتها، في تغيير غير التغيير الديموغرافي اللي عم بيصير من خلال انشاء مجمعات خاصه للايرانيين ولا ميليشيا حزب الله والميليشيات الشيعيه في دمشق وفي حمص وحماه وغيرها، في تغيير بالنفوس، خطر هذا الموضوع. نعم نعم، تم منح جنسيات للكثيرين من العابرين للحدود من أفغانستان ومن إيران ومن غيرها، منحوا هويات مثل ما تفضل الأخ، هويات سورية، وألقى جيش الإسلام في الغوطة الشرقية القبض على عناصر كثيرين لا يتكلمون العربية ويحملون بطاقات هوية سورية، والغرض من هذا العمل هو زرع خلايا في خارج الحدود، زرع خلايا استخباراتية خارج الحدود لزرعهم في تركيا وغير تركيا وغيرها، يمكن تسويقهم بهويات مزورة بمعلومات أنه لمن يدقق هذه الهوية أو هذه البطاقة ليشعر بأن حامل هذه الهوية هو ينتمي لطوائف محسوبة على الثورة وفي مناطق من الثورة، حتى لا يتم يشك فيها أو يتم كشف هذه الخلايا التي يقوم النظام على توزيعها في المناطق أو في المدن أو في الدول التي تعتبر داعمة للثورة. طيب هذا هو الغرض من هالعمل اللي بهالحالة دائما يعني من خلال التحليلات والمتابعات بيقولوا بانه عم بيقاتل مع النظام ليس فقط من الطائفه العلويه وانما من كل الطوائف في سوريا، بهالحاله اللي عم نحكي عنها اليوم واللي شفناها والتزوير للهويات وتغيير قيد النفوس وبالتالي تغيير الطائفه، هل فينا نقول بانه الطائفه العلويه فقط هي الان التي تقاتل مع النظام؟ طبعا القياديين هو الطائفة العلوية هي المتحكمة
في أمر القتال وفي كل العمليات التي تقوم هذا سابقا. أما الآن فالمتحكم في الطائفة العلوية وفي أوامر القتال وفي كل ما يجري على الأرض السورية فهي قاسم سليماني والعامري وغيره وغيره من الضباط الإيرانيين الذين أصبح سوريا اليوم بلد محتل بشكل نهائي. وأما هذه الهويات والتغيير ليعطي للنظام بأن كل الطوائف تقاتل معه وكل الطوائف هي مع النظام تقاتل في مجموعة من الإرهابيين، هكذا ليقال بنسبة التغيير، ولا يحمي النظام كبار ضباطه أو عناصر الأمن من ملاحقة الثوار بوجود هويات وجوازات سفر ووثائق مزورة. والنظام معروف من استلامه أو استيلائه على السلطة في عام 70 عزف على النغم الطائفي بشكل كبير، فقرب طوائف وبعض طوائف وخرج إلينا في لحماية الأقليات، والأقليات هي الأكثر تضرر من سياسة النظام الطائفية، وحتى الطائفة العلوية هي المتضررة من سياسة حماية الأقليات. نعم، ينضم إلي العقيد عناد عباس، عقيد منشق من وزارة الداخلية. سيادة العقيد، يعني بالمجمل بموضوع السلاح الجو تحديدا والطيران، هل يستعين النظام بأي طيارين أو يعني بيجهز طيارين غير الطائفة العلوية؟ لا أعتقد ذلك. النظام لا يمكنه أن يثق ولا بأي شكل من الأشكال أن يسلم قيادة الطائرة أو يكون طاقم أي طائرة من غير الطائفة العلوية، لأن الطائرة إذا انحرفت قليلا باتجاه القصر الجمهوري فإنها ستدمر كل شيء. لذلك النظام ينتقي طياريه وجميع طواقم طائراته، أنا كما أعتقد من الطائفة العلوية حصرا، رغم أن النظام يعتمد على مجندين وجنود وضباط من كافة الطوائف، إلا أنه في هذا المفصل الحساس لا أعتقد أنه يتجرأ على تسليم زمام الطائرات إلى أشخاص من غير الطائفة. طيب حضرتك كمنشق عن وزارة الداخلية، مر عليك حالات مثل هالنوع، تزوير هويات بشكل كبير بالنسبة لرتب عالية مثلا؟ كلا، يبدو أن النظام اتبع هذا الأسلوب حديثا، لأنه لا أحد يمكنه أن يتكهن بما يفكر فيه النظام، حتى الشيطان نفسه يعجز عن تتبع أثار هذه الأساليب. ولكن أعتقد أن الهدف من هذه العملية هو أن يقول لأبناء الطائفة السنية بأنكم أنتم من تقتلون بعضكم البعض. لذلك فقام بتزوير هوية هذا الطيار وبأنه من أهالي الخالدية، وكما نعلم فإن حي الخالدية تعرض لمذابح كثيرة ولا يمكن أن يكون الطيار من هذه المنطقة. فالنظام من هدف من وراء تزوير هوية هذا الطيار إلى إيصال رسالة إلى أبناء الطائفة السنية بأنكم أنتم من تقتلون بعضكم البعض. نعم، وتكشف الأمر، يعني لم يمضى يوم على هذا الموضوع حتى تبين فعلا بأنه ليس من حي الخالدية وأنه ليس مسيحي كما ادعى هو، علوي ومن قرية شين. أشكرك العقيد عناد العباس، عقيد منشق من وزارة الداخلية، على هذه المداخلة، وأيضا العقيد أحمد الحمادي، محلل عسكري واستراتيجي من الريحانية عبر الأقمار الصناعية، وعماد كركس، صحفي بموقع سراج بريس من غازي عنتاب، ورامي الإدلبي، خبير كشف تزوير، كان معي عبر الهاتف. نذهب إلى فاصل.